السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس علي جمال من كورس الـ SQL قواعد البيانات. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنتعلم إزاي ندخل الداتا أو البيانات إلى الجداول اللي إحنا عملناها مع بعض. في طريقتين لإدخال البيانات، وهي طريقة سهلة وفي طريقة تانية اللي هي عن طريق الكود الكويري. تمام؟ طيب خلينا أول حاجة نعرفها مع بعض ازاي بندخل البيانات بطريقة سهلة الى الجداول. تعال هنا على جدول كاستمر انا عندي فيه النمبر والكاستمر نمبر وكاستمر نيم والتليفون او الفون الخاص بي. هضغط كليك يمين هنا في التيبل، كليك يمين على جدول الكاستمر واقول له edit. تمام، احنا كنا دخلنا قبل كده داتا، فخلينا نكمل مثلا هنا علي ورقم التليفون. تمام، وهيجي هنا محمد مثلا ورقم الهاتف بتاعه، ونيجي هنا ندخل جمال ورقم الهاتف بتاعه. طبعا لو لاحظت ان احنا عندنا الكاستمر نمبر هو بيزيد بمقدار واحد وبيحط الارقام تلقائي، يعني انا هنا بكتب على طول هو بيحط الارقام تلقائي. مثلا هنا مصطفى ورقم الهاتف بتاعه. تمام، طيب خليني كده نحفظ مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالى كده لما اجي احفظ سيف اول حفظ معايا. طيب لو انا جيت غيرت اي حاجة في الديزاين عندي هنا اللي انا هتكلم فيه دلوقتي هو مش خاص بادخال البيانات، هي حاجة مشكلة كانت ممكن تقابلك في ان انت تغير من خصائص او التصميم بتاع الجداول بتاعتك. يعني مثلا لو انت هنا غيرت بدل ما ياخد 25 حرف هنخليه 50 حرف، بين القوسين هنا عدد الساعة بتاعت الحقل. تمام، فتعال نحفظ كده مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. شوف عمل لك هنا مشكلة بيقول لك saving changes is not permitted. تمام، بيقول لك ان هو مش هينفع ان انت تحفظ الجدول دوت، لان انت علشان تحفظه لازم تعمل له دروب وتنشئه مرة اخرى. طب عشان احل المشكلة ديت انا هاجي عند tools option واجي هنا عند design designers وهشيل العلامة اللي هي على prevent saving changes، هشيلها واضغط اوكي. تعال دلوقتي كده نحفظ، مجرد بس ان هو اداك تحذير اضغط yes هيحفظ معايا الاعدادات اللي انا عملتها. طب نرجع لدرسنا، احنا دخلنا بيانات هنا عن طريق edit ودخلنا البيانات في الجدول الاول. تمام، بكده عرفنا ازاي ندخل الفاليو او البيانات للجدول بتاعي. طيب ازاي ادخل البيانات عن طريق الكود؟ انا هاجي هنا هقف على الداتابيز بتاعتي اللي هي الفود، وهاجي اضغط نيو كويري، اتاكد ان انا واقف على الداتابيز برضو من هنا اللي هي فود، هكتب له insert into وافتح قوسين، او ممكن اقول له اسم التيبل على طول. تمام، التيبل بتاعي هنا اسمه ايه؟ اسمه كاستمر، حط له كاستمر. تمام، وهاجي هفتح قوسين بالشكل دوت. تمام، بين القوسين هحط له اسم العمود اللي انا عايز احط فيه البيانات او الاعمدة. يعني تعالى كده نرجع، انا عندي هنا ثلاث اعمدة. اول عمود هو customer number، هو طبعا تلقائي فانا مش هدخل له number في الكاستمر number، هو تلقائي بياخد number. طيب يبقى انا هدخل له cname اللي هو customer name والفون، يبقى هحط له هنا cname واعمل فاصلة بالشكل ده واقول له فون
بتاعي. بعد القوسين انا كده حددت له ان انا عايز احط جوه الكاستمر، تمام. هحط له الكاستمر نيم جوه العمود كاستمر نيم والفون. بعدين هقول له الفاليوز اللي هي القيم، وافتح له قوسين برضو تاني. هدخل له اول قيمتين اللي هو اسم علي مثلا، او خلينا نغير مثلا، ممكن نحط مريم، والحقل التاني هحط فيه رقم هيبقى مثلا 012012، تمام. يبقى انا كده اول حاجة عملتها ان انا قلت له اعمل لي انسيرت داخل الجدول اللي اسمه كاستمر، وبعدين هدخل قيمتين، قيمه في عمود هو سي نيم، وقيمه في العمود الفون، تمام. وبعدين قلت له الفاليوز اللي انا هدخلها في اول عمود هي الاسم اللي هو مريم، والاخر هو الرقم اللي انا هدخله، وبعمل فاصله بينهم، والسترينج او النص بيتكتب بين فصلتين بالشكل دوت هنا. تعالى كده ننفذ، نعمل له اكزكيوت. قال لي ايه؟ قال لي في مشكله عندك، تمام. المشكله هي كانت المسافات بين الفاصله هنا والفاصله هنا، والفاصله بين مريم والقوس هنا. هو هنا قال لي ايه؟ قال لي one row affected. هاجي هنا اعمل له ريفريش، اهو ضاف لي مريم والرقم الخاص بيها اللي انا دخلته من هنا. طب تعالى كده ندخل حاجة اخرى مثلا، عواد، ورقم الهاتف بتاعه، اي رقم هاتف، واقول له ديسكيوت. قال لي تحت افكتد. تعالى نعمل هنا ريفريش، اهو دخل الداتا. يبقى انا اتعلمت في الدرس دوت ازاي ادخل الداتا عن طريق الطريق البسيط اللي هو الجي او اي، او الطريقه البسيطه اللي احنا اتعلمناها في الاول. وتاني حاجه اتعلمنا ازاي ندخل الداتا لقاعده البيانات عن طريق الكود بتاعي. بكده انهينا حلقتنا النهارده. بفكرك ان انت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.